بس انا حبيت برضو اوريكم احنا قفلناها ازاي لحسن تتوه في الفيديوهات التانية. انا بعد ما قفلت الفيديو نهيته فقلت اوريكم برضو جزء بحيث ان انتوا تشوفوه معايا لو انتوا ما رجعتوش للفيديوهات التانية. احنا كده قفلنا الجنبين دول كده مع بعض زي ما احنا شايفين اهو، اوريكي ازاي وقفلنا الجزء ده. ده زي ده الغرزة اللي هي السطر الاخير اللي احنا كنا سايبينها الفتحة الصغيرة دي، احنا قفلنا دي وقفلنا الجنبين ده. انا سبت لكم جزء هنا عشان اوريكم برضو افكركم احنا بنعمل ازاي. هي سهله يا جماعه بس عايزه تشتغليها بالراحه على اساس الشبك ده بصوا بيبقى ضعيف، وبالذات في الفتحه دي ممكن لو اتقطعت منك يعني هتبوظ منظر الشنطه. فشايفين انت بتدخلي الابره من المنظر ده وبتطلعيها من هنا، خلي بالك وانت بتشتغلي يعني الشنطه كلها شغلها يعني زي ما بيقولوا لوحديها، ودي حاجه تانية تاخد معاكي وقت. عايزه حاجه بالراحه كده. شايفين انا بدخل الابره منين؟ في كل فتحه انا بعمل ايه؟ بعمل غرزه بضم الجنبين مع بعض. التانية بتبقى سهلة شوية عشان ما عنديش الا فتحة واحدة بشتغل فيها. يارب تكون واضحة معاكم. شايفين ازاي انا بجمع الاتنين مع بعض، بدخل دي من هنا اهو. بس اوعي تشدي الاتنين مرة واحدة هيتقطع معاك الشبك، فانتي بالراحة واحدة واحدة كده زي ما احنا شغالين. اخدها في اللي قصادها، هما كل اتنين بيبقوا قصاد بعض بالظبط زي ما احنا شايفين كده اهو، بتديني المنظر ده بتاع الغرزة. انا بقفل الجنب ده والجنب اللي قصاده وبرجع اعيد على الجزئيه دي وباخد معايا الصف ده كله. بالنسبه للصف ده هوريكي دي بتبقى ازاي. بيبقى كده اهو بميله، شايفين، وارجع اشتغلها بالمنظر ده عشان تطلع معايا تملى الفراغات بتاعتي. طبعا انا لسه هفك دي عشان اكمل دي، بس انا بوريكم ايه هنقفل دي ازاي عشان انا مش حابه اطول عليكم اكتر من كده. شايفين هي هتبقى بقى معايا بالمنظر ده، بتعدلي الخيط وانتي شغاله كده اهو. نعدل الخيط اهي، هتبقى معايا بالمنظر ده. هتكملي طبعا كل السطر ده كده اهو لغايه ما توصلي هنا زي ما انا وصلت لنقطه النهايه هنا، هتنهي بالمنظر ده. يبقى كده انت عندك الشنطه كلها تقفلي. شايفين تقفيل الشنطه يطلع معاكي عامل ازاي. الخيوط دي بقى دي الخيوط اللي زادت معايا. كل اللي انت هتعمليه هتقصيه وهتلسعيه بالولاعه، هتقصي وتسيبي جزء، والتانية برضو الخيطة التانية دي. بس تخلي بالك اهم حاجة وانت ايه بتشتغلي بالولاعة دي، مجرد ما تضغطي هي هتلزق عشان شغلك يبقى على نظافة. برضو الجنب التاني بنفس الطريقة، وكده تبقى الشنطة خلصت معانا. كده احنا نبقى ايه، طبعا لما تخلصي الجزء ده هيبقى ايه كده خلص. هتيجي بقى هنا اهو، هتمسكي السلسلة بتاعتك سواء اشتغلتي عليها بالخيط او ما اشتغلتيش، انت هتدخليها في اللي هي الحلقه دي، هتبقى سهله معاكي. مجرد ما تضغطي عليها كده هي دخلت اهي، هنعملها في الناحيه الثانيه. الحلقات دي بتبقى سهله يعني، هي اغلى شويه من الحلقات العاديه بس بتريحك يعني، بتبقى شغلها اسهل بكتير من الثانيه. حابه ان انت تشتغلي عليها هتديكي منظر احلى بابره الكروشيه بقى، وتشتغلي معاها بالخيط هتبقى شكلها جميل. ان شاء الله ممكن في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم بعمل لكم الغرزه بتاعت الايد بتاعت السلسله. يا رب كده نكون لمينا الموضوع كله بتاع الشنطه. كنت جاوبت، وفي برده فيديو انا عاملاه للرد على الاسئله والاستفسارات، كنا كان بث مباشر وكنت رديت على كل الاسئله. اللي تقف قصادها اي سؤال تكتبه لي وانا اجاوب لها عليها تاني. دي برده اللي كنا عملناها الشنطه الاولانيه، اول حاجه عملناها الكشمير دي، عملنا منها كذا لون. يا رب تكون افكارنا عجبتكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.